إياكم إلى القضايا الحقيقية عوض أن تصرف الحكومة الجهد والطاقة في أشباه القضايا. سيد رئيس الحكومة، عندنا مشكل ديال الاستثمار العمومي ضخم اللي كتحقوا بلادنا 189 مليار درهم كيف قالوا الإخوان، يلا كنحقوا معدل نمو بسيط. حنا الاستثمار العمومي هي 36% من البي بي، يلا كنحقوا معدل نمو من 2 إلى 4%. الاستثمار العمومي سيد رئيس الحكومة كتستافدش منه كافة جهات المملكة، وهذه وثيقة ديال وزارة الاقتصاد والمالية. اش كتقول هذه الوثيقة؟ إلا درنا مقارنة على سبيل المثال بين جهة الدار البيضاء الكبرى، جهة الرباط، وجهة تاج الحسيمة تاونات، المواطن في جهة الحسيمة تاونات، جهة ديال الحسيمة تاونات كاملة، يلا خصصتوا ليه في الميزانية ديال 2015 914 درهم. أما المواطن في جهة الرباط سلاز مول صغير خصصتوا ليه 11942 درهم. في الجهة ديال الدار البيضاء 4249 درهم. عندنا مشكل حقيقي ديال هذا الاستثمار العمومي الضخم اللي كتخصوه بلادنا لا يستفيد منه كافة الجهات، والأرقام ديال وزارة الاقتصاد والمالية تبين فداحة الاختلالات اللي كاينة على مستوى التوطين المجالي وعلى مستوى استفادة مختلف الجهات ومختلف المواطنين والمواطنات المغاربة من المجهود الاستثماري. سيد رئيس الحكومة، المديونية، نعم حققتم تقدم ملموس في التحكم في العجز، هذا نصفق له، ولكن على حساب ماذا؟ موضوع شائك انتم ما عارفين، ولكن تكلموا على المديونيه. سيد رئيس الحكومه، راه المديونيه وصلتوا البلاد لواحد المستوى يندر بالخطر. راه تسلفتوا، كنعاود داكشي اللي كذبتوه، راه تسلفتوا في ظرف سنتين مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات اللي سبقتكم في ظرف 10 سنوات. سيد رئيس الحكومه.